السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس الرياضيات، الدرس الرابع من الوحدة الخامسة بعنوان حل متباينات باستعمال الجمع أو الطرح الجزء الأول. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو حل متباينات تتضمن الجمع. إليكم هذا التذكير البسيط مما تعلمتموه في الصف السادس. تعلمتم أعزائي الطلاب في الصف السادس العديد من المتباينات مثل M أقل أو يساوي 10 أو Y أقل من 0.5 أو W أكبر أو يساوي 1 over 5 أو X أكبر من 4. السؤال الآن: ما معنى متباينة؟ رائع، المتباينة هي جملة رياضية تتضمن أحد رموز التباين بين مقدارين لا يمثلان القيمة نفسها. رموز التباين هي إما أن تكون أكبر أو يساوي أو أكبر أو أقل أو يساوي أو أقل. أحسنتم، وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: ما النموذج الذي يستعمل لتمثيل مجموعة حل المتباينات؟ أنتم رائعون، خط الأعداد. السؤال الآن: كم عدد على خط الأعداد؟ أحسنتم، إنه عدد لا نهائي. كذلك لا ننسى أعزائي أنه يمكننا استعمال خط الأعداد لتمثيل حلول المتباينات. فرضا لنأخذ هذه المتباينة X أكبر من العدد 4، السؤال: هل ستكون الدائرة مفتوحة أم مغلقة عند العدد 4؟ رائع، الدائرة مفتوحة. لماذا؟ ممتاز، لأنه لا يوجد إشارة مساواة في المتباينة، وهذا يعني أن العدد 4 لا تنتمي إلى مجموعة الحل. السؤال الآن: إلى أين سيكون اتجاه السهم؟ رائع، سيكون من الجهة اليمين للعدد 4، وهو يمثل الأعداد الأكبر من العدد 4 على خط الأعداد. اسمحوا لي أن أنتقل برفقتكم إلى هذا التمهيد. مثال: اكتب المتباينة التي تمثل كل موقف أدناه، ثم مثل الحلول الممكنة على خط الأعداد. الموقف الأول مع محمد 5 قطر ريال على الأقل. الموقف الثاني عمر حمد أقل أو يساوي 14 عام. الآن دوركم يا أعزاء، أوقف الفيديو عزيز الطالب ثم قم بحل السؤال وتحقق بما توصلت إليه معنا. شكرا لكم للمحاولة يا أبطال. نبدأ في الموقف الأول. معنى كلمة على الأقل تعني أن محمد معه أكبر أو رائع 5 قطر ريال، ويمكن كتابتها على شكل متباينة بهذه الصورة: Y أكبر أو يساوي 5. ولتمثيل الحلول الممكنة لهذه المتباينة على خط الأعداد يجب أن نقوم بالخطوات التالية. السؤال: هل عند العدد 5 ستكون الدائرة مفتوحة أم مغلقة؟ أحسنتم، الدائرة مغلقة. الآن لاحظوا أن مجموعة الحل ستكون باتجاه اليمين من العدد 5، وذلك لأن Y وهي قيمة المبلغ الذي مع محمد هي أكبر من العدد 5 وتمثل بهذه الصورة. ننتقل إلى الموقف الثاني، ويمكن تمثيلها في صورة متباينة على الشكل التالي: M أقل أو يساوي 14، وهذا يعني أن عمر حمد إما أن يكون أقل من العدد 14 أو يساويه، ويمكن تمثيله على خط الأعداد بهذه الصورة. لاحظوا بما أنه يوجد إشارة مساواة في المتباينة، فإن عند العدد 14 ستكون الدائرة مغلقة، لكن إلى أي جهة سيكون اتجاه السهم؟ أحسنتم، إنه إلى جهة اليسار لأن الإشارة أقل. أحضروا كتبكم أعزائي الطلاب واستعدوا لفقرة اشرح في صفحة 87. نص الفقرة: خالد ويوسف ينتظران الحافلة في موقف الحافلات. يبين خطاء الأعداد أدناه الدقائق تي التي توقعها كل من خالد ويوسف للانتظار. وقت الانتظار المتوقع ليوسف مثل في خط الأعداد التالي، كذلك وقت الانتظار لخالد مثل بهذا الخط. المطلوب في هذا السؤال: أولا، ابن الحجج الرياضية، أيهما من المتوقع أن ينتظر مدة أطول مع تبرير الإجابة؟ المطلوب الثاني: إذا انتظر كل من خالد ويوسف الحافلة مدة 10 دقيقة، فمن منهما توقعاته أقرب إلى مدة انتظاره الفعلية؟ وأيضا يجب أن نوضح إجاباتنا دائما. وكما تعودنا في هذا النوع من المسائل، يجب أن نقوم بطرح بعض الأسئلة لفهم معطيات هذه المسائل. السؤال الأول: ماذا تمثل الدائرة المغلقة على خط الأعداد الخاص بخالد؟ رائع، الدائرة المغلقة تعني أن مدة 15 دقيقة متضمنة في أوقات انتظار التي توقعها خالد. أيضا، ماذا تمثل الدائرة المفتوحة على خط الأعداد الخاص بيوسف؟ أحسنتم، الدائرة المفتوحة على خط الأعداد الخاص بيوسف تعني أن مدة 15 دقيقة غير متضمنة في أوقات الانتظار التي توقعها يوسف.
أيضا كيف نعبر عن وقت الانتظار ليوسف في صورة متباينة؟ أحسنتم، تي أكبر من 15. أيضا كيف نعبر عن وقت الانتظار الذي توقعه خالد في صورة متباينة؟ بارك الله فيكم، تي أقل أو يساوي 15. أيضا هل هناك مدة انتظار مشتركة بين توقع خالد وتوقع يوسف؟ شكرا لكم، لا يوجد، لأن يوسف توقع وقت انتظار أكبر من 15 دقيقة، أما خالد فقد توقع أن وقت الانتظار أقل أو يساوي 15 دقيقة. الآن دوركم يا أبطال، أوقف الفيديو عزيزي الطالب ثم قم بحل السؤال وتحقق مما توصلت إليه معنا. أهلا بكم مجددا، دعونا نتناقش فيما توصلتم إليه سويا. في الفعل الأول يتوقع يوسف مدة انتظار أطول من مدة انتظار خالد. لاحظوا أن خط الأعداد الخاص بخالد يمثل كل أوقات الانتظار، حيث تي أقل أو يساوي 15، بينما خط الأعداد الخاص بيوسف يوضح مدة انتظار تي أكبر من 15. ننتقل إلى الفرع بي، لاحظوا يا أعزائي أن توقع خالد هو الأقرب إلى مدة الانتظار الفعلية، لأن خط الأعداد الخاص بخالد يتضمن 10 دقيقة، بينما خط الأعداد الخاص بيوسف فلا يتضمن هذا الوقت. اسمحوا لي أن ننتقل برفقتكم الآن إلى التركيز على ممارسات الرياضيات في صفحة 87. كن دقيقا عزيزي الطالب، إذا انتظر كل من خالد ويوسف الحافلة مدة 15 دقيقة بالضبط، فمن منهما توقعاته أقرب إلى مدة انتظاره الفعلية؟ أوقف الفيديو عزيزي الطالب ثم قم بحل السؤال وتحقق مما توصلت إليه معنا. شكرا لكم للمحاولة، إليكم الحل. لاحظوا أن توقع خالد هو الأقرب، يبين خط الأعداد الخاص بخالد أن مدة الانتظار المتوقعة أقل من أو يساوي 15 دقيقة، بينما يبين خط الأعداد الخاص بيوسف أن مدة الانتظار المتوقعة أكبر من 15 دقيقة. أما الآن اسمحوا لي أن أقدم لكم السؤال الأساس، ما أوجه الشبه والاختلاف بين حل المتباينات التي تتضمن الجمع والطرح وحل المعادلات التي تتضمن الجمع والطرح؟ هذا السؤال سنجد الإجابة عليه في الجزء الثالث من هذا الدرس. أما الآن أقدم لكم السؤال التالي، أمسك قلمك وورقتك عزيز الطالب وقم بحل المعادلة x plus 3 equal 8. قبل أن تنطلق في حل هذه المسألة، إليك هذا السؤال، كيف نحل معادلات خطية تتضمن الجمع أو الطرح؟ أحسنتم، نستعمل العمليات العكسية، عكس عملية الجمع هي الطرح وعكس عملية الطرح هي الجمع. أوقف الفيديو عزيزي الطالب ثم قم بحل السؤال وتحقق من صحة حلك معنا. شكرا لكم للمحاولة، لاحظوا يا أعزاء أنه لحل هذه المعادلة نقوم باستعمال العمليات العكسية، إذن نقوم بطرح العدد 3 من طرفي هذه المعادلة، لكن لا تنسوا يا أعزاء أنه يجب إجراء نفس العملية على طرفي المعادلة لتصبح المعادلة x plus 3 minus 3 equal 8 minus 3. بعد إجراء عملية الطرح تصبح المعادلة x equal 5. بعد أن قمنا بحل هذه المعادلة، اسمحوا لي أن أسأل السؤال التالي، ما الفرق بين حلول المعادلات الخطية وحلول المتباينات؟ أحسنتم، المعادلة الخطية يكون لها حل وحيد، أما المتباينة فلها عدد لا نهائي من الحلول. أنتقل معكم أعزائي الطلاب إلى صفحة 88 من الكتاب المدرسي، المثال الأول حل متباينات تتضمن الجمع. نص المثال، الوزن الأقصى المسموح به على الخطوط الجوية التي يستعملها إبراهيم هو 50 باوند. لاحظوا أن لديه حقيبة تزن 38 باوند، وهو يريد أن يحمل حقيبة أخرى. السؤال، كم يمكن أن يبلغ وزن حقيبة إبراهيم الثانية بحيث لا يتجاوز وزن الحقيبتين معا الحد المسموح به؟ كالمعتاد يا أعزاء نطرح بعض الأسئلة لفهم معطيات هذه المسألة. السؤال الأول، ما الوزن الأقصى المسموح به على الخطوط الجوية التي يستعملها إبراهيم؟ أحسنتم، إنه 50 باوند. السؤال الثاني، ما وزن الحقيبة الأولى؟ رائع، إنه 38 باوند. السؤال الثالث، هل وزن الحقيبتين معا يجب أن يكون أكبر أم أصغر من 50 باوند؟ لا تنسى أن توضح إجابتك. بارك الله فيكم، يجب أن يكون وزن الحقيبتين معا أقل أو يساوي الحد المسموح به وهو 50 باوند. السؤال الآن، ما رمز المتباينة المناسب في هذا الموقف؟ أحسنت، إنها أقل أو يساوي.
ولا تنسى يا عزيزي أن تكون دائما لديك التبرير المنطقي. هل يوجد أكثر من وزن واحد ممكن لحقيبة إبراهيم الثانية؟ أوقف الفيديو عزيزي الطالب ثم تتبع خطوات حل المثال بصريا في الكتاب، ودعنا نتناقش سويا فيما اكتشفته. أهلا بكم مجددا، دعونا نتناقش فيما توصلتم إليه. الحل: اكتب متباينة لتمثل الموقف ثم حل المتباينة لإيجاد وزن الحقيبة الثانية، ورمزنا له بالرمز B. ستكون هذه المتباينة وزن الحقيبة الأولى بلس وزن الحقيبة الثانية، يجب أن يكون أقل أو يساوي الحد المسموح به على هذه الخطوط الجوية. وزن الحقيبة الأولى وهو 38 بلس وزن الحقيبة الثانية وهو المجهول، ورمزنا له بالرمز B، يجب أن يكون أقل أو يساوي الحد المسموح به وهو 50. لتصبح المتباينة 38 plus B أقل أو يساوي 50. الآن قم بحل هذه المتباينة بنفس طريقة حل المعادلة التي تتضمن الجمع. أحسنتم. لحل هذا النوع من المتباينات يجب أن أستعمل العلاقات العكسية بين الجمع والطرح لعزل المتغير، وهنا في هذه العملية نستعمل عملية الطرح. نقوم بطرح 38 من طرفي المتباينة لتصبح المتباينة 38 plus B minus 38 أقل أو يساوي 15 minus 38. نستنتج من ذلك أن خاصية الطرح للمتباينات تشبه خاصية الطرح للمساواة. طرح العدد نفسه من الطرفين يحافظ على المتباينة كما هي. لتصبح المتباينة B أقل أو يساوي 12. السؤال الآن: كيف نقوم بتمثيل هذه المتباينة على خط الأعداد؟ لاحظوا أننا نستعمل خط الأعداد لتوضيح كل الحلول الممكنة للمتباينة. عند العدد 12 هل تكون الدائرة مفتوحة أم مغلقة؟ أحسنتم. يمكن أن تزن الحقيبة الثانية 12 باوند كحد أقصى، وهذا يعني أن الدائرة ستكون دائرة مغلقة. الآن نتحدث عن اتجاه السهم، هل سيكون إلى يمين العدد 12 أم إلى يسار العدد 12؟ أحسنتم. يجب أن يكون إلى يسار العدد 12 لأن الإشارة هي أقل. مثلا إذا كانت الحقيبة الثانية تزن 10 باوند، فإن الوزن الإجمالي يصبح 38 plus 10 equal 48، وهذا يعني أن 48 أقل أو يساوي 50، أي أن 48 هي أقل من الوزن المسموح به. نستنتج مما سبق أنه يجب أن تزن حقيبة إبراهيم الثانية 12 باوند أو أقل لتجنب تجاوز حد الوزن المسموح به لحقيبتي السفر معا. أما الآن فقد جاء دوركم أبطال الصف السابع في صفحة 88، حاول أن تحل. نص الفقرة: أكملت خلود 26 ساعة من الخدمة المجتمعية، وتهدف إلى إكمال 90 ساعة على الأقل خلال هذا الفصل الدراسي. المطلوب: اكتب متباينة وحلها لتوضيح عدد الساعات الإضافية H التي يجب على خلود إكمالها لتحقيق هدفها. لا تنسى استعمال خط الأعداد لتمثيل الحلول الممكنة بيانيا. قبل أن تبدأوا أعزائي الطلاب في الحل، سأسأل بعض الأسئلة. ماذا يمثل H في هذا الموقف؟ أنت رائع. عدد الساعات الإضافية التي يجب على خلود إكمالها لتحقيق هدفها. السؤال الثاني: ما رمز المتباينة المناسب في هذا الموقف ولماذا؟ أحسنتم. رمز المتباينة هو أكبر أو يساوي، لأن هدف خلود هو إكمال 90 ساعة على الأقل من الخدمة المجتمعية خلال هذا الفصل الدراسي. الآن أوقف الفيديو عزيزي الطالب وقم بحل السؤال ثم تحقق من حلك معنا. أهلا بكم مجددا، إليكم الحل. المتباينة التي توضح هذه المسألة هي H plus 26 أكبر أو يساوي 90. وكما تعلمنا سابقا في هذا الفيديو، لحل متباينة تتضمن الجمع نقوم باستعمال العملية العكسية للجمع وهي الطرح. لتصبح المتباينة H plus 26 minus 26 أكبر أو يساوي 90 minus 26. بعد إجراء عملية الطرح نحصل على المتباينة H أكبر أو يساوي 64. هل سيكون عند العدد 64 دائرة مغلقة أم مفتوحة؟ أحسنتم، دائرة مغلقة. لماذا؟ بارك الله فيكم، لأنه يوجد لدينا في رمز المتباينة إشارة مساواة، إذن ستكون دائرة مغلقة عند العدد 64. لاحظوا أن مجموعة الحل ستكون باتجاه اليمين من العدد 64 لأن رمز المتباينة أكبر. إذن عدد الساعات الإضافية H التي يجب على خلود إكمالها لتحقيق هدفها يجب أن يكون أكبر أو يساوي 64 ساعة.
أما الآن لننتقل إلى المحطة الأخيرة في درسنا لهذا اليوم وهي أقنعني صفحة 88. أقنعني أنت عزيزي الطالب، هل يوجد أكثر من حل للمسألة أعلاه؟ وضح إجابتك ثم أذكر قيمة تمثل حلا وقيمة لا تمثل حل. أوقف الفيديو ثم قم بحل السؤال وتحقق من صحة حلك معنا. شكرا لكم للمحاولة. نعم للمسألة أعلاه حلول كثيرة وهو عدد لا نهائي من الحلول، لأن خط الأعداد يتضمن عدد لا نهائي من الأعداد. مثلا العدد 70 يمثل حلا لهذه المتباينة، أما العدد 60 فهو لا يمثل حلا لها. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوارنا الجميل معكم لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.